بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في هذا اللقاء من حديث الروح، وأن يجعله حديثا ساريا من القلب والروح إلى القلب والروح. إني توكلت على الله، توكلت على الله، توكلنا على الله. هذه كلمات طيبات شائعة في كثير من الناس، وهي من الذكر الذي يثاب عليه الإنسان بحسن نيته وباستحضاره لمعناه، فيثاب عليه الإنسان، وهي مما أوصى به الحق سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ونطق به الأنبياء: إني توكلت على الله ربي وربكم. فهي ذكر، وهي من أرقى ما تحقق به الذاكر الذي يستحضر معناها عند الذكر. فالتوكل هو غاية الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون كله هو في الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى، ومعناه أني أضع أمري بيد ربي، وأضع حالي عند الحق سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى مدبره، وهو الذي يتصرف فيه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالتوكل هو عين العبادة، وهو شأن المستسلمين العابدين لله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يتقلب من الرضا إلى الرضا، يتقلب في نعمة الرضا بعد نعمة الرضا، فلا يكاد يحمل لدنياه هما ولا لأخراه هما إذا كان متوكلا على الحق سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نعلق تعليقا، وهو أن كثير من الناس لا يتذكر أن التوكل هو عبادة، ومن العبادة أن يسلم الإنسان بقلبه لله سبحانه وتعالى، ويتخذ الأسباب لرضاه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قالها بلسانه وفعل ما يعارضها، فهو في الحقيقة ليس متوكل. لذلك يفرقون بين المتوكلين والمتواكلين. أي فرق بينهم؟ أن الإنسان لما يسلم بقلبه لله ويعمل بالأسباب التي تبلغه للنتائج، مع يقينه تماما أن الأمر ليس بيد الأسباب، وإنما هو يعمل ليظهر أمام ربه سبحانه وتعالى أنه مطيع لأمره بعدما سلم لقضائه سبحانه، وبينما استسلم له فتوكل عليه. بعض الناس يخالف هذا فلا يأخذ بالأسباب. في الحقيقة هذا يناقض نفسه، لأن الحقيقة إن الإنسان إذا استسلم لله استسلم أيضا لما أمره به ربه سبحانه وتعالى من التوكل على الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب. وبهذا يصير عمله وسعيه في الأرض إنما هو من باب العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. حتى إذا سعى واجتهد وبذل ما يستطيع في نفسه، لأنه في الحقيقة يعبد الله ويتعامل مع الله، فأدرك النتائج فتلك نعمة، الحمد لله أن يسرها لك.
فإذا لم يدرك شيئا من النتائج مع بذل هذا المجهود، فهذا أيضا الحمد لله أن يسر لك العبادة ويسر لك العمل، ثم يعيد بعد ذلك العمل مرة بعد مرة كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، يعني كرر الجهد بعد الجهد. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام التوفيق والتيسير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لحضراتكم.